تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة من رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة، أعرب فيها عن تقديره وأعضاء المجلس الجديد على الثقة الملكية. وأكد الروابدة في رسالته على ضرورة السير قدماً في عملية الإصلاح في جميع مناحي الحياة، مؤكداً أن دور مجلس الأعيان سيكون دوراً جاداً وأكيداً في هذا المجال، مضيفاً أن الهدف هو تحقيق توجيهات جلالة الملك والالتزام بثوابت الوطن وتطلعات المواطن واستشراف المستقبل في مجتمع الأسرة الواحدة التي لا تقبل الاستقواء أو الاسترضاء ولا الإقصاء أو التهميش، وفي إطار حماية أمن الوطن والمواطن وصياغة نموذج وطني تحتذيه الأجيال. دخل إضراب معلمي العقبة يومه 17 للمطالبة بتحسين ظروفهم وبدل سكن مقداره 160 ديناراً. وقال رئيس اللجنة المشتركة مع وزارة التربية والتعليم عضو مجلس نقابة المعلمين جهاد الشرع إن لجنة السكن الوظيفي في العقبة قررت الاستمرار في الإضراب بسبب عدم وجود نية جدية أو إيجابية من الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم ومفوضية العقبة الاقتصادية في التعاطي مع قضيتهم. أعلن التلفزيون السوري مقتل زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني. وقال التلفزيون أن الجولاني زعيم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة قتل خلال المعارك في ريف اللاذقية. من جهتها نفت جبهة النصرة صحة الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام السورية حول مقتل زعيمها، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جبهة النصرة لا تستطيع أن تؤكد أو تنفي الخبر لأن الاتصال معه مقطوع. أعلن في تونس عن بدء المحادثات بين أحزاب المعارضة والحكومة التونسية التي يقودها حزب النهضة والتي تهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية وتحديد موعد للانتخابات. وجاء هذا الإعلان بعد توقعات ببدء جلسات الحوار الوطني عصر الجمعة في تونس وسط أجواء متأزمة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة بقيادة جبهة الإنقاذ لتسوية أزمة سياسية عميقة وسط تصاعد عمليات العنف. وتراجعت المعارضة التونسية عن قرارها السابق بتعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات، وذلك بعد استجابة رئيس الوزراء علي العريض لمطلبها باستقالة حكومته في مهلة أقصاها 3 أسابيع.